تسلم حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه في احتفال جرى في قصر الصخير هذا اليوم أوراق اعتماد 12 سفيرا جديدا لدى مملكة البحرين. وقد حضر مراسم تقديم أوراق الاعتماد سمو الممثل الشخصي لجلالة الملك المعظم وسمو ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب ومعالي وزير الديوان الملكي وسعادة وزير الخارجية وسعادة رئيس المراسم الملكية. وكان السفراء الجدد قد وصلوا إلى قصر الصخير حيث كان في استقبالهم رئيس المراسم الملكية. سفير جمهورية بيلاروس. سفير جمهورية أستونيا. سفير جمهورية كرواتيا. سفير جمهورية النمسا. سفير جمهورية كينيا. سفير الكرسي الرسولي الفاتيكان. سفير جمهورية أنغولا. سفير أستراليا. سفير جمهورية كوت ديفوار. سفير جمهورية الجابون. سفير نيوزيلندا. سفير جمهورية قبرص.
بسم الله الرحمن الرحيم. أصحاب السعادة، نرحب بكم أجمل ترحيب كسفراء معتمدين لدى مملكة البحرين التي تعتز بعلاقاتها المتميزة مع دولكم الموقرة، ونتمنى لكم بهذه المناسبة فترة عمل مثمرة مليئة بالإنجاز، حيث سنحرص خلالها على تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة لتحقيق ما نرجوه معا من تقارب وتعاون مشترك. كما أوصيكم جميعا بنقل تحياتي الشخصية إلى أصحاب الجلالة والفخامة الذين نكن لهم كل تقدير ومودة ومحبة. وختاما نتمنى لكم المزيد من التوفيق في مهامكم ودوام الصحة والعافية. شكرا شكرا أصحاب السعادة. وأضاف جلالته: نحن على ثقة بأنه سيكون هناك المزيد من العمل الجماعي بين البحرين ودولكم في مجال التعاون المشترك وتعزيز التواصل بيننا، وستكون الأبواب مفتوحة لأي اقتراحات وأفكار تسهم في تقريب علاقاتنا. نعتقد أن العالم أصبح أصغر من أي وقت مضى، ولهذا لا يوجد ما يمنع التواصل مع الجميع والمضي في المسارات السليمة. البحرين هي مملكة التسامح والسلام والتعاون مع العالم أجمع بقدر ما يمكن تحقيقه من تواصل مشترك، وسنفتح أبوابنا دائما لتعزيز التعاون بيننا، وهو ما كان عليه الأمر منذ مئات إن لم يكن منذ آلاف السنين. جميع الحضارات في البحرين كانت قائمة على التعاون مع العالم، وفيما مضى كانت هذه الأرض تسمى ميناء العالم لأنها كانت تربط أقدم الحضارات ببعضها تجاريا لما فيه مصلحة الشعوب. لدينا علاقات تجمع الشعوب ببعضها مع شعب بلاد السند على سبيل المثال منذ 7000 عام، وهو أمر موثق تاريخيا بإحكام بما يثبت العلاقات والتجارة المتبادلة، وهو ما جعل البحرين بلدا مرحبا بالجميع من كل أقطار العالم، ويشعر بالراحة في التعامل مع مختلف الثقافات، وكل من جاء إلى البحرين يشعر بالراحة ذاتها مع الشعب. هذا جزء من ثقافتنا ونحن نفخر بذلك. معربا جلالته عن تمنياته للسفراء بالتوفيق والنجاح، وقد نقل السفراء إلى جلالة الملك المعظم تحياتي وتقدير رؤساء دولهم وتمنياتهم الطيبة لجلالته بموفور الصحة والسعادة، ولمملكة البحرين وشعبها بالمزيد من التقدم والازدهار، مشيدين بالعلاقات الوطيدة التي تربط دولهم بمملكة البحرين على كافة المستويات. على الشرف. وفي الختام عزف السلام الملكي. الملك المعظم سلام. Thank you.